ما يشغل دنياك. الله تعالى أعطاك وأمدك خيرا وحباك، فبني دنياك على التقوى أرض الله كما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة النجم. اليوم إن شاء الله تعالى نذهب إلى الحرم ونسوي تغطية بإذن الله تعالى. اليوم يوم الجمعة، وتاريخ اليوم 17 يونيو، وإن شاء الله تعالى نسوي تغطية حلوة بإذن الله تعالى، وتكون تغطية مفيدة للجميع بإذن الله تعالى. لكي نذهب إلى الحرم نطلب أوبر أو جيني، أو نطلب سيارة أو تاكسي لكي يأتي لنا إلى البيت ويأخذنا من البيت إلى الحرم. نطلب جيني في أوبر. استعملوا أكثر من تطبيق، لا تستعملوا فقط تطبيق واحد. نضغطنا إلى أين تذهب، نختار إلى الحرم النبوي، المسجد النبوي، واخترنا موقعنا في 13 في تكاسي 13 وفي 15. نطلب 13، نضغط ابدأ الآن، ننتظر حتى يصل لنا التاكسي. أنصحكم يا جماعة الخير، أنصحكم يا طلاب أو أي شخص موجود أو يذهب إلى أي مكان، لا تستعملوا تطبيق واحد. ممكن يكون تطبيق واحد يكون غالي بعض الأحيان، ما في تاكسي، ممكن ما تحصل تاكسي من هذاك التطبيق ويكونون غالي جدا. الآن دخلت قبل كذا أوبر قال لي 17، ودخلت إلى جي كريم قبل أن أصور، ودخلت إلى جي أوبر ودخلت إلى كريم ويقول 28. بعض التطبيقات يكونون غالي جدا، والأوقات في هذا الوقت صيفي وكذلك حر جدا، الجو حر، وغالبا ما تجد التكاسي أو يتأخرون. لكن إن شاء الله تعالى استعملوا التطبيقات كثيرة، إن شاء الله تعالى ستحصلون سيارة يجيكم سريعا. هذا الآن حصلنا سيارة، يقول لي بعد 14 دقيقة التوصيل هذا الأخ يجيني إن شاء الله تعالى، وننتظر حتى يصلنا التاكسي بإذن الله تعالى. جهزنا الذهاب إلى الحرم النبوي الشريف، ننتظر التاكسي، والتاكسي قريب بإذن الله تعالى. التاكسي وصل، باقي دقيقة واحد فقط، باقي دقيقتين فقط، قريب وصلنا خلاص. خلاص نذهب إن شاء الله تعالى وننزل، التاكسي وصل. لو وصل هو يتصل عليك. نعم أخي. الآن بنزل، الآن بنزل. تعال. تمام أخي. وصل التاكسي، ننزل إن شاء الله. الآن نزلنا، والتاكسي كما أعتقد هذا هو، خلف هذا السيارة موجود التاكسي، هذا هو. من أعمال يوم الجمعة الغسل، قراءة سورة الكهف، التجمل، التطيب، الإكثار من الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير لصلاة الجمعة، التسوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. لو قدمت ممكن تحصل أخير. لا والله ما أقدر، والله أكون معك صادق يا صاحب. والله الجو حر أخي، الحر دي، بس أنا ما أقدر، شوف الزحمة دي. والله لو قدمت بالسيارة ما يرفضون. والله يا صاحبي أعرفهم أنا.
حسابكم؟ الحساب اللهم صل على محمد 11. لا اله الا الله، شكرا. الله يوفقك يا حبيبي. الله نزلنا التاكسي هنا ونمشي ونمشي، كل الناس يمشون كما ترون، جاءوا من الاحياء القريبه الى الحرم، وندخل الحرم باذن الله تعالى. نمشي نقطع الطريق هنا البقيع، هذه هي مقبرة يا راحلين، قد اشتقنا لرؤيتكم وما لنا حيلة في الوصل والنظر، عزاؤنا أنكم من بعد غيبتكم في ذمة الله لا في ذمة البشر. عندما تدخل تأخذ ماء من هنا عشان تبرد نفسك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حتى الآن الباب الأبواب لم تغلق بعد، لأنه في الجمعة سيغلقون الأبواب وقت مبكر، لو صار زحمة يغلقون، لكن الآن أرحلنا الحمد لله، وبقيت من الصلاة بقي من الصلاة تقريبا ساعة. وصلنا ولله الحمد، ندور مكان نجلس فيه. هنا ممنوع الجلوس، هنا طريق، في ناس جلسوا. الجلوس فقط عند السجادات فقط. اعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الزحمة. ماء زمزم يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب لها، يعني تشرب ماء زمزم بالنية اللي تبغاها يبلغك الله تبارك وتعالى إياها. عبد الله بن عباس كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا. عمر بن الخطاب كان إذا شرب زمزم يقول: أشربه لظمأ يوم القيامة. ابن خزيمة أتاه رجل في يوم من الأيام قال: من أين لك هذا العلم؟ قال: لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعا. ابن عيينة جاء إليه رجل في يوم من الأيام وقال: إني شربت ماء زمزم بنية أن تحدثني 100 حديث. فقال: اقعد. وحدثه 100 حديث. السلف كان لهم قصص مع شرب ماء زمزم، ما يشربون ماء زمزم كذا، لا يشربوا بنية والله يبلغها بنية، أمور دنيوية وأمور أخروية. إذا شربت ماء زمزم شربها بنية وادعي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صلينا صلاة الجماعة، الآن نذهب إلى السكن بإذن الله تعالى. يا شباب بعدين عرفت.